انت ملك من قبل لا تصبح ملك، وانت الذي تامر وشعبك قدر. الدار دارك والوطن كله لك، وافعالك تحير شعوب تعدها. انت ملك من قبل لا تصبح ملك، وانت الذي تامر وشعبك قدها. الدار دارك والوطن كله لك، وافعالك تحير شعوب تعدها. عدنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المميزة لفعاليات اليوم الوطني السعودي 88، ويسرنا أن يكون معنا في الاستوديو الدكتور عبد الله الغامدي، أمين عام جمعية مراكز الأحياء بمدينة جدة. أهلا وسهلا فيك دكتور، شرفتنا اليوم. بداية كلمتك بهذه المناسبة الجميلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرة. حقيقة نحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بهذه النعمة الكبيرة التي نذكر فيها ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية 88 على يد المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، واستمرار هذه الدولة وهذه المملكة على أيادي ملوكها إلى هذه الأيام المباركة، ونحن ننعم في خير وصحة وأمن وأمان وبركة، ويعني كل ما يمد الله سبحانه وتعالى في عمر هذه الدولة نجد الخير ونجد الانتشار لها من الآثار على مستوى العالم وعلى يعني المواطنين والمقيم في هذه البلاد. فنحمد الله سبحانه وتعالى كثيرا على هذه الأنعام. جميل جدا. طيب دكتور عبد الله، يعني صرح كبير جدا مراكز الأحياء، خلينا نسألك عن البرامج اللي تقدمها، إيش البرامج اللي تقدمها للمجتمع؟ في البداية جمعية مراكز الأحياء تأسست من عام 1425 تقريبا على يد الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز رحمه الله. جميل. أمير منطقة مكة المكرمة، واستمرت بعد ذلك يعني هذه السنين الطويلة تخدم الأحياء وسكان الأحياء مواطنين ومقيمين بمجموعة حقيقة من البرامج التي تعني حقيقة بالجانب الاجتماعي، الجانب الخاص بالشباب، الخاص بالفتيات، الخاص بالسكان، فيما يعني يخدم الجانب الثقافي، الجانب الاجتماعي، الجانب التدريب وتأهيل الشباب وإعدادهم لسوق العمل، إشغال أوقات الفراغ الكبيرة لداخل الأحياء للأبناء والبنات، ويعني كل من هو في داخل هذه يعني الأحياء تقريبا، يعني هذا بشكل مجمل، لكن لها برامج يعني عدة ومبادرات متنوعة.
جميل. اخذ حريتي ولا كمان يعني احنا الوقت المطوي بس خلينا نركز اليوم بما انه احنا اليوم وطني. مراكز الاحياء اليوم تعطينا فكره كم عددها في جده وايش الانشطه اللي معموله اليوم في فعاليات اليوم الوطني اللي تخدم تفعيل هذا اليوم لدى الشعب المملكه العربيه السعوديه؟ طبعا الجمعيه هي جمعيه موجوده في منطقه مكه المكرمه ولها فروع في كل محافظه من المحافظات. واحد من هذه الفروع اللي هو فرع جدة الذي يرأس مجلس إدارته في البداية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ويرأس مجلسه الفرعي الأمير مشعل بن ماجد حفظه الله جميعا. في جدة تقريبا لدينا 33 مركز حي. جميل. منها 33 ما شاء الله. أي منها 19 مركز تقريبا للرجال، يعني إدارته ومجالسه المنتخبة مجالس رجالية، وال 14 مركز حي اللي هي نسائية بالكامل، يعني يدير مجالس إدارتها مجلس نسائي منتخب، وتقدم يعني مجموعة من البرامج، وبالذات اليومين هذه نحن نستعد حقيقة للاحتفالات باليوم الوطني بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا. ليس كل المراكز مشاركة، لكن تقريبا عندنا 22 حي الآن تنفذ فيه الفعاليات، إما عن طريق المراكز نفسها ومقراتها، وإما عن طريق مواقع تكون قريبة، إما في أسواق أو في ساحات شعبية أو المماشي العامة، وتستمر يعني خلال الأسبوع هذا كامل إن شاء الله، حتى مع المدارس الأهلية ومدارس الحكومية. الناس ما تصدق أصلا تأتي الفرصة هذه حتى تحتفل، ويمتد الاحتفال إلى أوقات يعني أبعد من هذا. تقريبا الفعاليات إذا ما يعني خانتني الذاكرة تجاوزت 60 فعالية بمجموعة 150 برنامج، يعني فقرات داخل هذه البرامج. هذه متى؟ بدأت اليوم. اليوم حلو. وتستمر إن شاء الله إلى الأسبوع كامل الأسبوع القادم كامل إن شاء الله. كلها بخصوص فعاليات اليوم الوطني. كلها خاصة فقط باليوم الوطني. ما شاء الله. جميل. جهود جميلة جدا. طيب دكتور، يعني هي كما ذكرت يعني أنشأت من قبل الأمير عبد المجيد رحمه الله في المدينة المنورة وانطلقت إلى مدينة جدة. خلينا نسألك، هل تحقق الهدف من إنشاء هذه المراكز في مختلف مناطق المملكة؟ والله المشوار طويل، يعني أن يتحقق هذا الهدف اللي رسمه الأمير عبد المجيد الله يرحمه بأن نؤسس مراكز أحياء نموذجية في داخل الأحياء، تكون هي عمل مؤسسي لينطلق منه كل الفعاليات اللي ذكرناها في البداية للاجتماعية والثقافية وما يخص لحظة البين وما يخص الشباب والشابات. لكن الآن في جدة تحقق يعني شيء من هذه الرؤية، يوجد لدينا في جدة 4 مراكز أحياء نموذجية. ما شاء الله تبارك الله. واحد في الصفا، أنا شفته اللي في الصفا. أيوة اللي في الصفا واحد جميل. من أحدها يعني طبعا بجهود كل من هو في إدارة هذه الجمعية، على رأسهم أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل، وكل من يعني يشرف عليها في داخل المحافظات وفي جدة الأمير مشعل بن ماجد، والرعاة الذين تحملوا بناء هذه المباني. يعني تتكلم عن مباني مؤهلة حقيقة لينفذ فيها البرامج الرياضية الاجتماعية الثقافية. جميل جدا. بشكل يعني ما تحتاج هذه المراكز أن تذهب إلى مقرات أخرى لتنفيذ البرامج. أنا شفتها يعني. ولذلك ما شاء الله تبارك الله، لذلك يعني اليوم أنت شرفتنا في الاستوديو بحيث أنك فعلا تعطي الصورة الجميلة عن هذه مراكز الأحياء بقيادة صاحب سمو الملك الأمير خالد الفيصل، اللي لاحظت أنه افتتح بعضها يعني أو أغلبها افتتحها، حاول يحضر أن يفتتحها. لذلك كل الشكر لكم على جهودكم الجبارة. الوقت أهمنا دكتور، ودنا نكون بشكل أكبر، لكن يعني نتمنى من سكان مدينة منطقة مكة المكرمة وجدة تحديدا زيارة مراكز الأحياء في أحيائهم، فلديهم الكثير من الفعاليات والأنشطة. شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا اليوم. الوقت داهمنا، لدينا صلاة عشاء بعد قليل، لكن تغطيتنا لم تنتهي مشاهدينا الكرام. كان معنا دكتور عبد الله الغامدي أمين عام جمعية مراكز الأحياء بمدينة جدة، شكرا جزيلا لك. مستمرين إن شاء الله في تغطيتنا لتغطية الحج، لتغطية اليوم الوطني السعودي، ولكن مع الزميل مراد الكحيلي وعبد الرحمن معروف إن شاء الله بعد صلاة العشاء بإذن الله. في أمان الله.